Alors, c'est un système de suspension smitho anti-roulis actif. نشوفوا الكلمة ديال الاكتيف، شنو هو المقصود بها؟ إذا عندنا الاكتيف وعندنا الباسيف، كنقولوا على واحد منظومة معينة اكتيف، ياك؟ يعني انها عندها واحد الوعي الكتروني بهداك الشيء اللي كيوقع في كل لحظه، ياك؟ من جهه، وتتعامل على اساس ان على اساس هداك الشيء اللي كاين، يعني خدامه كدير دي كوموند ديالها، يعني عندها دي سينيو ديال الكابتور مع دي سينيو ديال لي زاكتياتور وخدامه في نفس الوقت، يعني كدير ليا ان ترافاي اون ميم طون. فاش كنقولوا باسيف، باسيف يعني الغو سوا دي سينيو ولكن ما كديرش واحد لو ترافاي حتى كيكون واحد لي كونديسيون في هذوك لي سينيو، بحال هذا، بحال لي رباك مثلا. لي رباك كنقول عليه باسيف، هو باسيف علاش؟ لانه ما كيتحلش، كي يعني يدكون فلاش داك الكيس ديال الايرباك ديما، لا، ولكن لي كابتور راه دائما الوقت دائما هما كيستقبلوا هذاك الشيء اللي كيوقع، يعني حتى كيكون واحد السينيال معين عاد هو كيخدم، ياك، وكيتاكتيفا هذاك الايرباك، لانه كيكون باسيف ما كيكونش اكتيف. فاش كيكون ان سيستم اكتيف يعني طوال الوقت كاين الاخذ والرد ما بين لي سينيو دونتري اي لي سينيو دو سورتي، يعني كيدير واحد العمل طيله الوقت، كاين خدام اكتيف هو نشيط. بالنسبه لهنا سيستم اونتي غولي، الى قلتو كنا شفنا لابار اونتي غولي هي لابار ستابيليزاتريس اللي كنا قلنا شحال هادي، ياك؟ هي اللي كنا كيقولوا ليها في لي كاراج ولا هذا بار سكوس اونتي غولي. لو غولي هو هذاك الميلان الجانبي، ستة يعني واحد الميلان اللي هو لاترال، ياك، جانبي ديال الطوموبيل. الطوموبيل كتكع اليمين اولا كتكع اليسر اولا كديرهم بجوج بحال الميزان، هذا هو اللي كنسميه لو غولي. وكيوقع عندنا هذا لو غولي، كيوقع عندنا في لي فيراج بطبيعه الحال، كيوقع عندنا فاش الطوموبيل كتكون غاديه اون لين دروات وكتبغي تهرب على شي حاجه معينه اولا كتبغي تدوبل ولا شي حاجه بحال ما هكا، اولا كيبغي يهرب السائق على شي حاجه كاينه قدامو ديك الهربه والرجعه، كيوقع عنده لو غولي. اونتي غولي وهو كنبغوا نقصوا من هذاك الميلان او لا نحيدوه بخطرة. في السيستم اللي قدامنا الان، ياك، ما كاينش عندي ديك لاباغ، الا رديت في البال لاباغ ما كايناش، ولكن غنعوضوها بهاد لي سفير، ياك، بهاد لي زيليمون اللي كنت وريتكم دابا، وغادي يقوموا بليا بنفس الطريقه، نفس الفكره، نفس الطريقه اللي كاينه عندي، عن طريق اش؟ انه كل اسيو فيه ثلاثه ديال لي سفير، كاينه الاولى بلاصه لامورتيسور اللي من لهيه، الثانيه اللي من هنا، وبيناتهم واحد لا سفير اللي كدير واحد ليكيليبر معين، اوكي. وليسيو اريير نفس الشيء، نفس الشيء، غير نتوما ما ديوش على واش هادو واقفين ولا هادو مايلين، ماشي مشكل. الفكره وما فيها انه كاين عندي واحد لو بلوك هيدروليك هنايا اللي فيه واحد البريسيون ديال الزيت، كنبقاو كنصيفطوا البريسيون. مثلا نعطيكم مثال، نفترض انه الطوموبيل مالت على اليمين او لا باغا تميل عليه او لا بدات كتميل على اليمين، ياك، يعني
البريسيون ولات هنايا الضغط على هاد لاسفير اللي ديال اليمن، وحنايا طول ما بغيناش تكالينا على اليمن. شنو هو دابا الفكره؟ يعني خاصنا نزيدو في الزيت اللي كاين في هاد لاسفير ديال اليمن، يعني خاصنا نصيفطو ليها. شكون اللي غادي يصيفط ليها؟ وهو لو كالكيلاتور غيكوموندي ليا دابا في لو بلوك. لو كالكيلاتور كاين عندي في لو بلوك هيدروليك انتيغري ياك، وكيتوصل هو بطبيعه الحال، وكيتوصل بطبيعه الحال بلي سينيو ديال هادوك لي كابتور اللي كاينين. دابا الكابتور هو اللي كيعطيه انه راه كاين ميلان اليمين او لا ميلان اليسار، ولا ميلان جانبي ميلان افقي ولا عمودي. المهم بحال هاد المسائل هكذا كاين عندي بلوزيغ كابتور او لا لي كابتور داكسيليراسيون، او لا كنسموهم دي زاكسيليغومتر، دي زاكسيليغومتر. اوكي، وكيبقى هو كيكوموندي ليا في هذيك الزيت، اما كيزيد الزيت لهذيك لاسفير، اما كينقص منها، اما كيزيد ليها، اما كينقص منها، اما كيحبس عليها هي وغاديه. وكيكومونديهم دي زيليكتروفان، دي زيليكتروفان سو سون دي روبوني، دي عفوا دي روبيني، دي سوباب كلابي ولا روبيني كوموندي. هادو هما لي زيليكتروفان، عندهم روسور كيكون سادهم، فاش كيعطيهم الضو كيتحلو، كيبقاو كي كوموندي فيهم حسب اش، حسب هادوك الشي اللي كيعطيوه لي كابتور. بطبيعة الحال عنده كابتور ديال فولوموتور اللي كيعطي اونجل دو براكاج بلوس لا فيتيس دو براكاج، بلوس لا فيتيس دو براكاج، يعني كيعطيه الزاوية باش دارت البولا ياك الفولون، والسرعة باش دورتي الفولون. وعندو عاوتاني كابتور ديال لا فيتيس ديال لو فييكول، شحال غادي الطوموبيل، وهذا يعني بزاف ديال لي شوز. هادوك الكابتورات كلهم، هادوك لي سينيو اللي كيعطوه كلهم كيحاول انه كيكومبيني بيناتهم في دي زيكواسيون ياك ان بو كومبلكس، وكي يخرج هو الحساب النهائي ديالو انه هادوك لي زيليكتروفان واش غيعطيها ولا ما غاديش يعطيها، وامتى خاصو يعطيها، وشحال خاصو يعطيها، ولا حلها شحال مده غيخليها محلوله. بحال كنقولوا داك الكالكول ديال هذيك البريسيون اللي غادي اللي خاصها تكون هذوك في هذوك لي سفير مثلا، هذاك لو كالكول اللي ترانسفورمي اون دوري، هي المده الحلان ديال هذوك لي زيليكتروفان. صافي وغاديه. وكيف ما كيبان لكم هنايا كابتور ديال لا فيتاس، ديال لا فيتاس كابتور دو فران، كلشي كيكون دابا عنده هو. هنايا في هذه الحاله اللي قدامنا عندنا لو كالكولاتور سيباري، وبعض المرات كيكون انتيغري حسب لي جينيراسيون لي مستعملينها في سميتو في هاد لي سيستم اللي عندنا. هما راه هاد لي كابتور ماشي بالضروره كيكونوا مستعملين من طرف سيستم دو سسبونسيون بوحدو، لا ماشي دائما، يقدر لو ميم كابتور كيستعملو بلوزيور كالكولاتور، بلوزيور سيستم الكترونيك عندي في الطوموبيل ديالي. المهم هذا غير بشكل عام الشرح ديال هاد لو شيما هذا، وغادي نخلي لكم الكلمه باش طرحوا لي كيستيون ديالكم، لانه هذا الشيء راه جديد عليكم.